السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا مبسوطين وفي أحسن حال. كأي أم بتهتم جدا بالمهارات والجانب المهاري لطفلها، سواء بقى كان الجانب ده في الحركة، في التواصل، في الكلام، في المشي، في أي حاجة من الحاجات دي، فهي بتبقى نفسها أن طفلها يكون مواكب العمر بتاعه وكمان سابق العمر بتاعه. كنت من فترة اتكلمت معاكو عن المهارات اللي مفروض الطفل يكتسبها في الأعمار المختلفة، يعني من سن سنة وقبل السنة الاثنين ثلاثة الخمسة لحد آخر الحاجة في المهارات اللي مفروض يكتسبها. وقفت شوية عشان المشكلات السلوكية اللي كنتوا بتطلبوها مني، بس النهاردة عايزة اتكلم معاكو في حاجة مهمة جدا اتطلبت مني بصراحة كتير جدا في الخاص. هي الطفل من عمر سنة، ايه هو التواصل الاجتماعي او المخالطة الاجتماعية بتاعته لما نروح في اي مكان، لما اي حد يجي عندنا بتبقى عبارة عن ايه، يعني بتتمثل في نقط كتير جدا. المخالطة الاجتماعية عند الطفل بتصب في حاجة واحدة وهي الفعل ورد الفعل. طيب لو قلنا عمر سنة عند الطفل او من عمر يوم لحد لما يكمل سنة، ايه اللي مفروض الطفل يعمله لما يكون قاعد في وسط ناس؟ رقم واحد، انه لو حد بيتحرك قدامه الطفل يراقبه، تلاقي عينه رايحة جاية معاه. رقم اتنين، لو حد لغاه او ابتسم له او كلمه، نتيجة طبيعية ان الطفل يبتسم له. تالت حاجة، بيصدر اصوات نتيجة الفعل اللي قدامه عمله معاه، يعني كنتيجة انتباهه للفعل اللي هو عمله، سواء حد ابتسم له او نداله او كلمه او لا. رابع حاجة، انه هو يبدي تعرفه على شخص هو بالفعل عارفه، سامع صوته وعارفه بيلعب معاه او بيروح له او بيزوره. لو ليكي جاره متعوده انها تدخل عندك على طول، او عندك حد قريبك بيجي على طول، فهو يبقى عارف الحد ده فيديله رد فعل ابتسامه، يطلع صوت كده ان هو عارفه يعني. خامس حاجه، لما يقف قدام المرايه يبقى عارف نفسه ويضحك ويصدر أصوات ويبدأ يخبط عليها، يحط إيده على المراية كده ويبدأ يتحسس هو إيه اللي في المراية ده، بس هو عارف إن ده هو. كتير بنلاحظ لما نكون قاعدين في مكان وحد شال البيبي بتاعي، لو كان راجل مثلا وعنده شنب، يبدأ البيبي يشد الشنب بتاعي ويشد الدقن يشد شعره. دي على فكرة حاجة من حاجات التواصل اللي الطفل بيعبر بيها لما يكون في وسط تجمع أو وسط ناس، أو دي من علامات المخالطة الاجتماعية برضه. لو حد قدم لنا حاجة على صينية يبدأ يمد ايده وعايز ياخد الحاجة دي ويمسكها، مش كل شوية نقعد نقول له كخي وعيب ونزعق له، دي حاجة عادية جدا، احنا بس نقنن الموضوع. من الحاجات المهمة جدا هو بيطلب التواصل البصري، تلاقيه هو قاعد قدامك كده يبدأ يحط وشه في وشك، يحط ايده على وشك ويجيبها على وشه كده قدام وشه علشان يشوفك وانت بتبص له، يبقى عايز ان هو يبقى فيه تواصل ما بينكوا، عايز استجابة منك. ممكن تلاقوه مستكفي باللعب لوحده لو في حد كبير جنبه، بألعاب حتى عزكم الله بالشباشب، بأي حاجة يقعد يلعب لوحده، يعني ممكن ربع ساعة أو 20 دقيقة هو مكتفي بنفسه، يعني ممكن عادي جدا أنه ما يلعبش مع حد الفترة دي، مفيش مشكلة خالص. ممكن نلاقيه بدأ يعلي صوته علشان يجذب الانتباه، يسقف، يقعد يسقف تقليد اي حد من اللي جنبه، يحاول لو في حاجه في ايده يرميها كده، عايز يلاقي حد يلعب معاه مثلا او يثير انتباه اللي حواليه. ممكن لو بياكل حاجه يبدا يديلك منها، ودي حاجه في ناس امهات سالتني عليها، يا رنا هو انا ابني ممكن يكون بخيل عشان لما بديله حاجه واقول له هات حته يروح واكلها ومش عايز يديها لي؟ لا طبعا، هو مش فاهم معنى البخل، بل بالعكس، يعني دي حاجته هو بيحبها وعايز ياكلها. لكن في اطفال كتير طبيعي جدا ان هم يمديلك ايده بالحاجه اللي معاه، ولو ما مدش عادي جدا مفيش اي مشكله ولا نقدر نحكم عليه اصلا. لو قاعدين في وسط ناس كتير وحد نداله باسمه يبدا ينتبه ويبص حواليه، واحيانا كتير يضحك اكيد ويبص يشوف مين اللي بينادي عليه. حاجه من ضمن الحاجات المهمه جدا ان هو بيقلد حركات طفل تاني لو قاعد معاه، ودي من الحاجات اللي بقول لكم بتساعد على ان الطفل يبقى مدرك بدري وعنده مهارات بدري عن اي حد ما بيخالطش وما بيقابلش وما بيقعدش وما بيسمعش حد غيره او اطفال غيره، لان الطفل ما هو الا اداه بتقلد، فاحنا نحاول نستخدمها صح علشان نوصل لنتيجه مرضيه ليه. وده كان جزء المخالطه الاجتماعيه اللي كتير من الستات والامهات والاماميز الجديده حتى بتكون خايفه منها، ودايما شايله همها يا ترى ابني
كده كويس في المخالطه الاجتماعيه، يا ترى هو عنده مشكله في التواصل، يا ترى هو كده تمام، هو كده تمام لو بيعمل الحاجات دي او بيعمل معظمها او بيعمل جزء منها مفيش مشكله خالص. اهم حاجه ان احنا نطمن على ان هو سامعه كويس الحمد لله، بيفهم انا عايزه ايه، انا على طول بتكلم معاه، على طول في بينا تواصل وفي ما بينا لغه كده فاهمينها، واللي غيرنا غير الام والاب فاهمينها، يعني مش مجرد بس ان انا وهو بس بنفهم، لا ابقى متاكده ان هو لو قعد مع حد غيري هيفهمه وهيبقى مدرك الحد ده مثلا على قد سنه، اكيد مدرك الحد ده، حد اعرفه وحد ما اعرفوش. بس في نقطه برضو عايزاكم تاخدوا بالكم منها، الاطفال اللي بيتعرضوا لمقابله مثلا او قاعده مع حد ما يعرفوش ويكونوا خايفين ويعيطوا ويدبدبوا، دي ما فيش مشكله خالص، انتوا بتخافوا ليه؟ ايه المشكله يعني؟ عشان برضو لما اي ام تيجي تقول لي اصل هو صاحبتي بقالها عمره ما شافها وجت قعدت معاها تعيط وانا اتحركت، طب ما ايه اللي يحرجك؟ ده طفل وفي حد ما يعرفوش قاعد معاه، في حد ما شافوش قبل كده، ما سمعش صوته، مش واخد عليه، ما فيش اي احراج. انت طمني نفسك وحاولي ان انت لو اتحركتي الموضوع، مع ان الموضوع ما فيهوش اي احراج خالص، ان انت تعرفيه ده طفل صغير لسه ما يعرفكيش، وتخليهم ياخدوا على بعض، معني شايفه الموضوع اسهل من كده بكتير. يعني لسه مكملين في سلسله المهارات اللي المفروض الطفل يكتسبها من عمر يوم الى 5 سنين، استنوني في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. لو ليكم اي اسئله مختلفه عن الموضوع ابعتوها لي، وانا ان شاء الله باذن الله هعمل عليها فيديوهات.